شيء من هذا. صباح الخير اخواننا، بكره النيو يير، كل عام وانتم بخير. وينهم اللي يدورون الثلج والتزلج على الجليد؟ ها امامكم المتزلجين، وها الثلوج متساقطه في منطقه زاخ كازور. اليوم هذا الثلوج تساقطت قبل يومين او ثلاث ايام، تشوفون الزخم السواح اللي صار خلال هاليومين. قبل ثلاث اربع ايام احنا اجينا وصورنا لكم اياه الموقف في صاخ كازور، كان فارغ يعني خمس ست اشخاص كانوا يقفلنا. شوفوا اليوم الدور لي وين، الكل بانتظار تساقط الثلوج. ارجموا حقائبكم، اتصلوا بنا ونحن سنكون بانتظاركم. طبعا حتى سرعة الحركة مال التلفريك اليوم مزيديها بسبب كثرة السواح. أعداد كبيرة. وهذه الباركنجات هم تشوفوها كثرة السواح والباصات اللي جايين. طبعا مو شرط تعرف تتزلج حتى تجي تزور صاخ كازور او منطقة التزلج. كثير من السواح عندنا يطلبون نحجز لهم هنا اكواخ بين الثلوج، شاليهات. يجون يسكنون هنا في الليلتين ثلاثة يقضون، ومو شرط يتزلج، مجرد الوقوف بهالمنطقة والاستمتاع بمشاهدة المتزلجين يرجع عمر الواحد فد 10 سنين للخلف. إلى هنا أتوقف من النقل المباشر حتى يسر لكم الله تجون تشوفوها بنفسكم. يلا ألتقيكم، باي باي، مع السلامة.